تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2018 بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم بدلا من العاشر من الشهر نفسه من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، وذلك بمناسبة بدء السنة الميلادية الجديدة. وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ضخ 11 مليار و600 مليون جنيه داخل منافذ الصراف الآلي التابعة لهيئة التأمينات بصندوقيها الحكومي والعام والخاص ومكاتب البريد وكذلك البنوك لتغطية 9,400,000 مواطن صاحب معاش ومستحق. وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات المركزية تحت رئاستها لمتابعة صرف المعاشات وتذليل العقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين.